تحت شعار اتجابروا يا ناس. وبعد 50 عاما من العطاء الفني يتم تكريم الفنان الكبير عوض أحمد الملقب ببلبل بنا، حيث قيم حفل التكريم بقاعة الفقيد مطهر الكوني بمدينة الزنجبار عاصمة محافظة أبين. الاحتفالية شارك فيها عدد من الفنانين المخضرمين من محافظات أبين لحج، إلى جانب الفرقة الموسيقية لمكتب الثقافة بأبين. الفن يمسح عن الروح غبار الحياة اليومية، والذكريات الجميلة تحتاج إلى شمس وضياء وموسيقى. لهذا وبمناسبة مرور أكثر من 50 عاما على عطائه الفني، أقيم في العاصمة زنجبار في محافظة أبين الحفل التكريمي لبلبل اليمن الكبير الفنان عوض أحمد، وسط حضور شخصيات اجتماعية وفنية وعدد كبير من المهتمين بالشأن الفني. كانت فكرة بدناها في الجروب وناقشنا أغاني الفنان عوض أحمد، وتم الفكرة إنشائها من فكرة عالم افتراضي وإلى تطبيق الواقع، وأصبح تكريم عوض أحمد حقيقة. كم يسعدني اليوم أني أشوف بلبل بنا عوض أحمد وهو في التكريم، ونشكر من القائمين على من قاموا على هذه الجهود وتذكروا فنانينا الذين نحن نبتسم وهم يقدموا محاقر الدمعة بين عيونهم. كان يوم جميل جدا، فيه تغنى الأستاذ عوض أحمد بأجمل أغانيه، وأبين ستظل العطاء، أبين السلام، أبين الحب، أبين التسامح. شاركنا في تكريم الفنان الكبير والمبدع عوض أحمد، وأنا سعيدة جدا أني شاركت في هذا التكريم، وإن شاء الله أنها وأتمنى من الجهة المسؤولة أو الثقافة أو وزارة الثقافة أنهم يهتمون في با وفي برضه الفنانين الذين أبدعوا مثله. هذا الاحتفال الذي أشرف عليه جروب أبين الخير وتحت شعار تجابروا يا ناس، جاء بعد جهود من القائمين عليه الذين مزجوا في فقراته بين الفنية والثقافية واستعراض لحياة الفنان وغيرها من الفقرات الأخرى. إنسانية جميلة من شباب أبين لتكريم هذا الفنان الكبير الذي يعني أسعد الناس كثيرا. هذه أحبت الوزارة أيضا أن تشارك في تكريم الفنان الكبير عوض أحمد بهذه المناسبة. طبعا عوض أحمد يحتاج لسلسلة من التكريم إذا صح التعبير، هو قدم الكثير للوطن وقدم الكثير للإنسان. هذا الفنان يستحق هذا التكريم منذ أول زمان، ونحن إن شاء الله نستمر هذا التكريم للأخوة ما تبقى منهم من الفنانين. الأستاذ عوض أحمد تاريخ حافل بالفن والعطاء، ولا نستطيع أن نصفه في هذه العقالة القصيرة، ولكن كل ما أستطيع قوله أنه أناشد سلطة الدولة أن تهتم بالمثقفين والفنانين بشكل عام. سعادة الفنان عوض أحمد بتكريمه كانت واضحة وتجلت في تقديمه مقاطع من أعماله، ومنها أغنية تجابروا يا ناس، فرب ابتسامة وكلمة شكر في حياة فنان خير من 1000 دمعة ووردة بعد رحيله. ويا سعدي ويا سعده ويا محلى لقانا والتداني، زقرد وفرش الأرض بالورود السعيدة، ويوم زفت حبيبي بعد قصة طويلة، ويا سعدي ويا سعده، وإحنا ممنونين كثير للسعيدة، قدمت الكثير لنا من التشجيع، وإلى الآن صورنا وأغانينا تبث من السعيدة، وشكرنا للجروب اللي حضر واللي شاركنا أبين العطاء، خذ أبين العطاء
الرقص هي الخير والبركة، وشكرا جزيل، وأتمنى لكل من حضر السعادة والاستقرار في محافظة أبين وفي اليمن كلها. بصوت الفنان الكبير عوض أحمد، زخرت الساحة الفنية في أبين خاصة واليمن عامة بثروة فنية كبيرة ارتبطت بحب جماهيره وروعة إبداعاته.